السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم ويسعد أوقاتكم جميعا. حواليك شبكات انترنت وحابب تعرف كلمة السر تبعتهم، انقطعت من الانترنت من جوالك ومضطر تستخدم الانترنت، هذا البرنامج راح يفيدك. برنامج انستا بريدج. طبعا البرنامج هاي الشكل تبعه زي ما تشايفين، هذا هو، نضغط عليه مباشرة هيك تجينا الواجهة هاي. بتقدر تحط مثلا الخريطة بحدد لك موقعك اللي هو الشكل الأزرق، شايفين الشكل الأزرق هذا، هذا موقعي حاليا. بقدر أختار الشبكات اللي حوالي، مثلا هاي الشبكة في شبكات كتير، وين ما تروح في أي موقع في شبكات كتير. فمثلا بختار الشبكات اللي إيش المضمونة، اللي هي الشبكة الخضراء بتكون مضمونة إنها شغالة، هذول الحمر يمكن مش شغالات، يكون يعني نادر ما يعمل، مرات بيشتغل ومرات لا بنقطع كتير، لكن إحنا بنختار الشبكات اللي عليهم نقطة خضراء مشان دائما شغالات وهيك. مجرد ما إني ضغط على الشبكة الخضراء بضغط على أظهر كرت مرور، الأغلب إنه راح يجيك دعاية. بتحضر الدعاية مدة يمكن حوالي 10 ثواني. أوكي، بنخلص من الدعاية يا شباب وبتجينا اللي هو كلمة السر تبعت الشبكة اللي اخترتها. طبعاً لما أختار الشبكة بقدر إيش أشوف قديش بتبعد عني، مثلاً مكتوب إنه بتبعد عني 3 دقايق مشي، بقدر أروح عليها خلال 3 دقايق مشي، وبقدر أفحص سرعتها لما أدخل عليها. وهذا هو يا شباب، هذا هو البرنامج. طبعا اي شبكة بتقدر تختارها برضو نفس الاشي، مثلا عندنا هذه الشبكة قديش بعيد عني 4 دقايق مشي، بحط كلمة اظهر كلمة المرور تجيني دعاية ولازم اشاهدها لمدة 10 ثواني، بعديها بتظهر عندي كلمة السر. منشيل الدعاية يا شباب بتجينا كلمة السر عندنا زي ما انت شايفين 200 300 400. هذا هو البرنامج بشكل عام. فلو عجبك البرنامج ما تنسى تدعمنا بلايك، ولو مش مشترك اشترك. ليس لك كل جديد، تحيات لكم ويسعد اوقاتكم، نشوفكم بخير، سلامات يا غوالي.